بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذا على بركة الله ننطلق في دراسة مادة أو وحدة الجيوم تيرابا، والتي هي وحدة تدخل ضمن الفصل الخامس، علما أننا نقوم بدراستها وإعطائها الوقت الكافي ضمن الدروس الحضورية. إذا بالإضافة إلى هذه الدروس الحضورية سوف نضع كل المحاضرات التي تمت برمجتها في المدرج ضمن قاعدة المعطيات المتواجدة والتي تتوفر عليها كلية الآداب الإسلامية مراكش. إذن نبتدي على بركة الله فيما يخص هذه الوحدة التي تدعى الجيوثيرابا، وهي نبدأها بطرح سؤالين أساسيين. السؤال الأول هو: ما هي التربة وما هي مراحل تكوينها؟ ما معنى الجيوثيرابا أو المورفوثيرابا مورفو بيدولوجي أو الجيومورفوثيرابا لا جيومورفو بيدولوجي؟ وللإجابة على هذين التساؤلين سنحاول ذلك من خلال تناولنا لنقطتين كبيرتين تنطلق من خطاطتين. الأولى هي خطاطة أولى، خطاطة كما نلاحظ هي مركبة من قسمين كبيرين. القسم الأول هو العالم أو القسط المعدني، والقسم الثاني هو العالم الإحيائي. معنى هذا أن التربة هي مركب حي يتكون من مركبين كبيرين أو من عالمين، عالم معدني وعالم إحيائي. العالم المعدني هو ناتج عن تفسخ وتآكل وتهشيم الصخور السابقة وتنعيم كذلك هذه الصخور، ويتم التدخل عن طريق التفسخ الآلي يعني ميكانيكي والتفسخ الكيماوي أو بيوكيماوي والجيوكيماوي. النتيجة أو الحصيلة أنها تعطينا معادن، معادن أولية موروثة. هذه المعادن موروثة شبيهة بالصخرة الأم، ولكنها لا يتم تغيير مكوناتها الكيماوية. ثم هناك تنتج مواد معدنية خشنة صلبة، وهي التي ستكون الهيكل العام أو رياض، يعني تلك المواد التي سوف تربط العناصر فيما بينها، ويتم إدماج هذه العناصر فيما بينها بمختلف أحجامها. فنعلم أن النتائج التهشيم الحراري وكذلك الصقيعي أو نتائج تفسخ الكيماوي والبيوكيماوي والجيوكيماوي تعطينا مواد ناتجة عن الصخر الأصل، وهذه المواد من بينها دراسة أو حبيبات مختلفة كالطمي والطين والدقة والحصين والحصى والرمان حتى الجلاميد كلها ناتجة عن هذه العمليات. هناك فيها من يحافظ على هيئته ومع مركبته المعدنية أو الكيماوية، وهناك من ستتغير هذه المعطيات انطلاقا من الآليات التي شكلتها، خاصة التفسخ الكيماوي الجيوكيماوي والبيوكيماوي، والذي قد يعطينا أيضا نشأة ما نسميه أطيان منشأة كطين الكولينيت أو المونت موريونيت أو الطين النفوخ. ثم تعطينا باللورات أيضا تبلور بعض الأكاسيد المتبلورة، خاصة بعض المعادن كالحديد والألومين. كل هذا سيشكل العالم المعدني. ثم هناك العالم الإحيائي نفس الشيء، ولكن الفرق هو أن التفسخ يتم والتفكيك يشمل ويهم أجزاء إحيائية منها حيوانات ونباتات وكذلك بعض الأحياء المجهرية المختلفة والإنسان أيضا. وستعطينا عناصر عضوية متفككة كالذبال، نسميه الذبال ليوميس، ذبال عضوي، وأحيانا
تصدر عن هذه العملية التفسخ الكيماوي ظهور أو بروز غازات ومعادن، وهو الذي سيشكل ما نسميه بالقسم العضوي في التربة، سيعطينا سيتراكم وسيختلط بالعنصر المعدني أو العالم المعدني. بين هذين العالمين هناك عوامل هي التي تؤثر وهي التي تشتغل، وهي العوامل الجوية، وهذه العوامل الجوية هي متغيرة حسب الزمن الجيولوجي وحسب المكان، يعني النطاقات المناخية، عوامل مناخية بمناطق متوسطية ليست هي الاستوائية أو ليست هي النطاق البارد أو ليست هي النطاقات البيمدارية إلى آخره. ثم هناك نشاط آخر هو المتمثل في التحريك، تحريك هذه المواد العضوية في اتجاه المواد المعدنية أو العكس، تحريك المواد المعدنية في اتجاه المواد العضوية. الخطوط الثانية تضم ما يسمى بالجغرافيا ككل، والتي نقسمها إلى قسمين، الجغرافيا الطبيعية والجغرافيا البشرية. بالجغرافيا الطبيعية هناك أقسام مختلفة، يعني تخصصات متعددة، من بينها جغرافية المناخ، الجغرافيا الحيوية أو البيوجيوغرافي، ثم كذلك الجيومورفولوجيا. ما يهمنا نحن هنا هو الجيومورفولوجيا مثلا، وهي دراسة مظاهر أو أشكال سطح الأرض، هي الجيومورفولوجيا. ضمنها يمكن أن ندرس بعض العناصر ديال مظاهر السطح، منها التربة، ثم الفسخة يعني نتيجة التفسخ، ثم التكون السطحي، وكذلك ندرس الصخور، هذه الجيومورفولوجيا. وضمنها بهذه المكونات أو هذه التخصصات داخل هذا الجيومورفولوجيا، منها ما هو مستقر، يعني في حالة من استقرار السطح تطور إيجابي وفي الغالب يعطينا ما يمكن نسميه التطرف، ثم منها ما هو متدهور غير مستقر، تطور سلبي، حالة من تدهور السطح، وغالبا هناك تشكيل معين. إذن من هذه الزاوية كلها تهمنا هنا التربة، وهي ظاهرة جغرافية يعني الجيوتربة ككل، وعلينا معرفة هذه الظاهرة. دراستنا لهذه الظاهرة أو التربة أو الجيوترابية سنركزها على أربعة عناصر أساسية. العنصر الأول هو مكونات هذه التربة، العنصر الثاني هو عوامل وأساليب تكوينها، ثم أنواعها حسب النطاقات البيومناخية وتعريتها وتدبيرها تدبير هذه الأتربة. إذن على بركة الله ننطلق في أول سؤال أساسي، ما هي التربة وما هي مراحل تكوينها؟ بالنسبة للتربة نلاحظ من خلال هذا القطاع الترابي الذي يوجد بمنخفض الحوز أو بسهل الحوز، هو عبارة عن صورة للتربة، صورة لمجال ترابي كبير، يعطينا في البداية ركيزة صخرية هي هذه التي نراها الآن في الأسفل، ركيزة صخرية عبارة عن صخر نضيد على شكل مسكة نسميها مسكة صاد، ثم لدينا بعد ذلك هذا المجال الترابي أو المنظر الترابي، ثم لدينا أيضا هذا سمك القطاع الذي هو أمامنا، فلدينا المسكة السفلى رقم واحد، مسكة جيم أو عفوا رقم جوج، مسكة جيم، وهي انتقالية بين الركيزة في الأسفل وبين التربة.
ثم هناك مستوى تراكم الكنز رقم 3، وهي تعطينا ظاهرة نسميها ظاهرة العزف. ما معنى العزف؟ العزف هو أن هناك مواد كربوناتية كلسية تتسرب من السطح نحو الأسفل لتلتقي بالصخر الأم أو الأب، الصخر الأصلي في القاعدة. والصخر هو هنا شيست، وهذه المواد الكربوناتية التي تتسرب تقوم بتغيير شكل وهيئة ومعادن مكونة للصخر البازلتي الشيستي المتواجد في القاعدة، ونسميها ظاهرة العزف أو ليبيجين. ثم لدينا المساكاسين، وهي ذات بنية ترابية. فأخيرا لدينا المساكاسين ذات البنية الترابية. ثم في الأعلى هناك المسكة ألف، وهي مسكة الدبالية المعدنية الدبالية. إذا لدينا أربع مسكات: جيم الانتقالية بين التربة والركيزة، جوج المسكات تراكم الكلس وتعرف ظاهرة العزف، ثلاثة المسكات ذات البنية الترابية، ثم المسكة أليف هي المعدنية الدبالية. وقد أعطيت للتربة عدة تعريف، منها أنها التربة هي بنية رباعية الأبعاد، لها أربعة أبعاد. الصول est une structure quadridimensionnelle، يعني بها العرض، الطول، السمك، ثم البعد الزمني. ثم أن التربة هي بنية زمكانية، يعني تنشط في مكان معين وفق زمان محدد. الصول est une structure chronospatiale، من حيث المكان أو المجال أو الحيز هناك في داخل المكان، أن هناك مجال عريض، مجال طويل، ومجال يحتوي أيضا على سمك. أما من حيث الزمان فهناك عمر التربة أو البعد الزمني. لا أظن أن هذه المعطيات هي واضحة. نتيجة لذلك لدينا سلسلة متتالية ترابية زمنية. ومن هذا المنطلق سوف نتابع مجموعة من المناظر الترابية. أول منظر ترابي هو منظر ترابي متوسط جاف لأتربة كلسية، هو اللون الفاتح، فوق درجات نهرية متداخلة متفاوتة العمر. نشوف الأعمار. الأقدم مثلا هي التي توجد فوق درجة نهرية هنا الفوق، وعمرها تقريبا مليون سنة. ثم تليها في الوسط، يعني بضع عشرات الآلاف السنوات، وأخيرا الأحدث هي عمرها بضع مئات السنوات، توجد في الأسفل. والنتيجة هي سلسلة متتالية ترابية زمنية. تعريف من أشهر الترابيين هناك أوباغ وجون بولين، والذين عرف التربة على أنها كالتالي: الصولي لو برودوي دو لالتيراسيون دو رومانيمون اي دو لورغانيزاسيون دي كوش سوبرفيسييل دو لا كروت تيرستر سو لاكسيون دو لا في دو لاتموسفير اي دي اشانج دي انرجي كي سي مانيفيست. إذن التربة هي نتاج تفسير، يعني alteration، تحريك وتنظيم الطبقات السطحية من القشرة الأرضية تحت تأثير الحياة، الجو، وما ومبادلات الطاقة المتجلية فيها. إذن حسب هذا التعريف تتكون التربة نتيجة مجموعة من الآليات والعوامل، آليات التطرب وعوامل التطرب، يمكن أن نحصرها في خمس عناصر.
أن التربة تنتج حسب طبيعة الصخر. هناك من يقول الصخر الأم، وهناك من يقول الصخر الأب، أو بشكل عام هو المادة الأصلية للتربة، الأصل في التربة. ثم العنصر الثاني المسؤول أو من عوامل التطرب، هناك التوبوغرافيا والتضاريس بشكل عام، وبالضبط عامل الانحدار. لماذا الانحدار؟ لأن الانحدار يعرف عملية الجاذبية، والتي تعرف عملية نزول وإزالة المادة التي نتجت عن تهشيم الصخر. ثم المناخ، وهو شيء أساسي، المناخ خاصة الحرارة والتساقطات، وهو عنصر أساسي وشرط ضروري من أجل تكوين أو التربة. العنصر الثاني، مادام أننا قلنا أن التربة هي خليط ما بين المادة المعدنية والعضوية، العنصر الثاني وهو المادة العضوية ستوفره لنا الأحياء، بما في ذلك النباتات، الحيوانات، وكذلك الإنسان. ثم كل هذا ينشط ويندرج ضمن عامل الزمن، بحيث أنه لا بد من فترات زمنية كافية من أجل تكوين هذه التربة. هذه العوامل كلها تؤدي إلى تكوين ما يمكن أن نسميه بالمناظر الترابية التي تحيط بنا، البيزاج دي السول. فعندما نشاهد منظرا البيزاج، فإننا نلاحظ وجود العديد من الأثرية. كل منظر يمكن نلقاو عدد. علاش؟ لأن هناك اختلاف في العوامل التضرر، اختلاف كما قلنا حسب نوعية الصخر، حسب العوامل المناخية، حسب المادة الإحيائية، وحسب التضاريس. ستعطينا مناظر مختلفة، حيث تتعرض المواد الصخرية لتشكيل بفعل أساليب جيومورفولوجية متعددة. ومع مرور الزمن، فإن البيومناخ يؤثر على تشكيل هذه المواد ليعطي أتربة متنوعة، معبرة عن قوة عوامل التطرب السلفة الذكر، وعن توزيعها المجالي على سطح الأرض. إذن التوزيع المجالي للأتربة على شكل مناظر لا يكون بالصدفة، ولكن هي مشاهد ناتجة عن تفاعل مجموعة من العوامل التي هي عوامل الوصل. إذن سنتابع مجموعة من المناظر الترابية، من بينها منظر ترابي متوسطي نصف جاف من إسبانيا، مزروع ومعرض للتعليم. بهذا المنظر نلاحظ هنا في هذا المجال تربة فاتحة اللون. لماذا؟ لأن المناطق هنا منحدرة، هنا تتم إزالة، بخلاف المجال الثاني الذي أعطى تربة قاتمة اللون، وهي عبارة عن مناطق منخفضة بحيث أنها تعرف تراكم لمجموعة من المواد. هنا دور الانحدار في اختلاف لون التربة. إذن مجال منحدر لونه فاتح لأتربته، بخلاف اللون الداكن الذي يوجد في المنخفضة. نتيجة عطتنا سلسلة متتالية ترابية توبوغرافية، توبو سيكونس. ثانيا منظر ترابي متوسطي نصف جاف من الريف المغرب، مزروع ومعرض للتعرية، لأن لاحظوا انعدام الغطاء النباتي الذي يمكن أن يثبت التربة. عندما تهطل الأمطار ويكثر السيل، فإن الأتربة تنجرف وتزول من المناطق المرتفعة. أعطانا نفس الشيء كما لاحظنا سابقا، تربة فاتحة اللون خاصة في المناطق المنحدرة، فاتحة اللون، ولكن سيعطينا
تربة قاتمة اللون هنا وهنا في المجالات المنخفضة التي انحدارها ضعيف جدا والتي تعرف تراكم بخلاف سابقه الذي يعرف الإزهار. وهنا دائما دور انحدار في اختلاف لون التربة النتيجة سلسلة متتالية ترابية توبوغرافية توبوسيكوس. منظر ترابي لأتربة ملحية بساحل صحراوي بالجنوب المغربي، هنا قشرة ملحية عطت لهذا اللون فاتح جدا أبيض، وهنا نبرز دور التضاريس في تكوين نوع التربة بالتضافر مع المناخ. هنا أعطانا المناخ اللي هو جاف تقريبا هو اللي أعطانا هذا النوع من الأتربة. منظر آخر متوسط جاف يتكون من مجال سهوبي أو سهوب شيح فوق تربة بها كما تلاحظون عناصر من القشرة الكلسية، وهي عبارة عن تربة فقيرة الحدود تقريبا حتى هذه الحدود نشوي هنا. ثم في المستوى الثاني أتربة أغنى وأعمق هي كلسية ولكن ملوحتها قليلة ومحروطة يستغلها الإنسان، وفي العمق هنا جبال الريف الشرقي. إذن دائما دور التضاريس في تكوين نوع التربة بتضافر مع الزمن والمناخ. منظر ترابي متوسط نصف جاف لتربة سيد بالية كالسة غنية بالمادة العضوية، لاحظوا المادة العضوية على نتيجة المواد النباتية التي تساقطت بعد موسم الحصاد. هنا منظر ترابي لأتربة ملحية بساحل صحراوي بالجنوب المغربي بسبخة نسميها سبخة إمليلي. تربة حمراء تعرضت الوحدات البنيوية فيها للتفكك بفعل يعني أيون الصوديوم لنا بلس، هذا الصوديوم يقوم بتفكيك الصخر لأن الملح يكون في حالة ذوبان مع الماء، عندما يتسرب داخل شقوق الصخر ويجف الماء يبقى الملح فيقوم بتفكيك تلك الشقوق التي تساقط داخلها. دائما دور التضاريس في تكوين نوع التربة بالتضافر مع المناخ. إذن هناك مجموعة من الآليات وأساليب للتطرب، سوف نعرض لهذه الآليات والأساليب إن شاء الله في الحصة الثانية التي ستأتي بعد هذه الحصة. شكرا على انتباهكم.